أنفقت عمري، ما زلت أحن إليها وهي تنشر عطرها الداكن في المكان. لا تمل من لثم شفتاي صباح مساء، خليلة وحدتي وأنسي. أعرفها مذ كنت طفلا تلهو بأصابعي وتنام ريثما أغمض أنا أولا. أترى هل ستذكرني بعد أن أغادر هذه الحياة؟ هل ستكون على عهد إخلاصها الأول؟ أم إنها ستبحث عن عشيق آخر؟ وهل ستجد من يمنحها حبا كحبي، ووجعا عراقيا خالصا ومعتقا كوجعي؟ يقولون اتركها ستموت قريبا. من له الحق أن يقول اتركها؟ هي لا تحبك. ومن أين جاء بهذه الحماقة بأنها تحاول قتلي؟ جاهلونهم، جاهلون، لا يعلمون لذة الحب ما قتل. هم يرقبون أنفاسي الآن وينصتون إلى جهاز القلب الذي تقيدني أسلاكه الملتوية بهذا السرير، وأنا أسبح في عوالم من الذكريات لا حدود لها، في الحقائب التي سافرت معي في كل أرجاء الدنيا، في الكتب التي ما زال ينتظرني منها الكثير، في الوعد الذي قطعته مع الموت بأني لن أفكر فيه إلا بعد أن أقرأ آخر صفحة كتبت في هذه الدنيا. ما زال أمامي الكثير الذي ينتظر، وأنتظرها أيضا. أشتهيها الآن كشهية طفل يلثم أول جرعة حياة بيضاء من ثدي أمه. أشتهيها مشاركتي لوجعي الأخير، لحزني الأخير، ليومي الأخير الذي أرسمه بلوحات الخيال المتناقضة. كم سافرت معي لتجلس في الطائرة الفارهة دون حراك؟ كم تجولت معي في شارع المتنبي وشارع أبي نواس الساحر؟ كم خالطت كأس خمرتي وملوحة دمعتي؟ كيف لي أن أتخلى عن هذا الحب الأسطوري؟ سيرن جهاز القلب بصوت عزيزه المستمر لحظة، وسترتفع روحي من على الجسد. يقولون مات، مات، إنه قد مات. يهرعون حولي لمشاركة بعضهم الدمعات الأخيرة، وحينها سأعرف أني أشبهها فعلا. سأتطاير في السماء كدخان السيجارة التي أشتهيها، سأخبو كجمرتها التي تتوقد بداخلي الآن. ستحولني الأرض إلى رماد من الذكريات كرمادها. أشبهها فعلا، إني أشبه سيجارتي. بل كلنا في هذه الدنيا سحاب سيجارة لا يعلو حتى تمحوه الرياح. خليك بالبيت. شكرا وزارة الثقافة المصرية والمجلس الأعلى للثقافة، قحطان، الفرج الله، بغداد.